واحد من المطربين اللي نجحوا في التمثيل بجدارة. عمرك فكرت تعمل أغنية مهرجانات؟ إشاعة سفرك لإسرائيل لإحياء حفلة غنائية هناك. مرتين مش مرة على فكرة. في خداع حواليك فخلي بالك. لو جالك حد دلوقتي وقالك أنا عايز أكتب مذكراتك هتوافق ولا هترفض؟ يا أجمل فرحة في حياتي أموت وأعرف طلعت منين، فرقت بجد في حياتي هواك من بدري ده كان فين. أنا بحملكم أنتم مسؤولية كإعلاميين. ليه؟ أقولك ليه. النجم مدحت صالح في حبر سري الموسم الرابع مع الإعلامية أسماء إبراهيم الخميس والجمعة 26 و27 يناير الساعة 11 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.